السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بلوجاتي. معايا أنا فاطمة الجاوي. من يوم ما بديت أنا ما عمري في حياتي قلت لا تنسوا تتابعوني كده كده، مدري أخذ ده الفلوج مرة كده ريلاكس عاجبني الوضع، ما عرفت إيش. المهم اليوم كمان بحكيكم حكاية، خلينا نخش في الحكاية على طول. أنشكل الأنجلي بسرعة بسرعة يلا عشان ننجز. ورا تصوير مذاكرة الله المستعان. اوكي فيني باين اوت صح؟ صارت لي قبل يمكن اقول يمكن كل 6 شهور موقف. كنت خارجة من الكلاس في الظهر ورايحة على كلاس ثانية وبريك ما اعرف، كنت خارجة. انا من النوع هنا في امريكا يعني هم يعطوا احترام مره كبير للناس اللي يمشوا يعني، فانا كايدة كده يعني احس بالامان لما امشي في الشارع، يعني خصوصا لما امشي مكان المشاة ما حد يتعدى علي، ما حد يدوسني، ما حد يسوي لي حاجه، يعني حتى لو اني على الجوال اطقطق وما ادري ايش خلاص عارفه نفسي هذا الاشارة مفتوحه لي فامشي يعني. ف ذاك اليوم كنت خارجه من الكلاس و كنت واقفة عند الإشارة، استنى الإشارة تفك، الإشارة دي كبرت طول. المهم استنى الإشارة، طلعت عيني على الجوال، إيش اللي صار؟ لما كنت واقفة فجأة ما نعرف كيف استرجع يعني مرة أحس الموقف كده، تعرف لما تحاول تتذكر حاجة تحسه كده أباش كده، كنت أحس يعني مرة كنت مصدومة. كنت واقفة على الجوال زي ما أقول لكم، وفجأة أشوف كده زي الجدار قدامي، لما حكيت عيني وطالعت ألاقيها تريلا معدية يمين، وفي طريقها انها تعدي يمين من يعني من طولها كانت داعسة على الرصيف، وهذا اللي كان قدام وجهي كان تخيلوا كانت التريلا نفسها هذه. انا مرة كنت مفجوعة لانه لو انا ما اخذت ستيب ورا خطوة على ورا كان رايح التريلا داعسني. اللي انا فجاني في الحكاية انه كانوا في بنتين جنبي قاعدين يتكلموا مع بعض، ما اعرف ليش كانوا هم يطالعوا فيني ويطالعوا في التريلا، بس ما حد فيهم قال لي بعدي، ما حد فيهم نبهني. والله انا كنت ليترلي حمود ذاك اليوم، لانه ما اعرف بس انا انفجعت ليش كيف البنتين هذول ساكتين ويطالعوا فيي، بس ليش ما حد فيهم اتكلم؟ يعني ما كان غيرنا احنا الثلاثة بنتين وش اسمه هذه، يعني صح انا ما اعرفهم بس انا بتخيل نفسي لو صار موقف وانا منتبهة لهذا الشيء يعني بنت اللي معايا. فانا اتذكر ذاك اليوم انا مرة كنت مفجوعة من التريلا، كنت مفجوعة من البنتين طول اليوم، يعني قاعدة افكر في الموضوع ايش اللي خلى البنتين هذول يسكتوا ما يتكلموا ما يقولوا، يعني ايش الجهد اللي ممكن ياخذهم في انهم يقولوا هاي، او مثلا يدقوني من كتفي ولا يزعقوا ولا ياشروا لي ولا ما اعرف، يعني ايش الصعوبه في الموضوع انه واحد يقول لي انه واحده من دول الاثنين تقول لي هاي ما ادري ايه فهمتي بعدي ولا حاجه ولا شيء ولا، يعني انا صح ما انا احط غلط علي انه انا عيني كانت على الجوال، بس الموقف كده فجأة. أنا ذاك اليوم طول اليوم ذاك كنت أفكر إنه معقولة كده الناس ما فيهم خير، ما كنت قادرة أفسر إيش اللي كان حاصل، يعني صراحة مرة ما كنت قادرة أفسر يعني. بعدين في حكاية قعدت أحاول يعني أفسر، قعدت أحاول أفسر ما تفسر،
راك أقرأ عنها، وكان في شيء اسمه نظرية المتفرج الباي ستاندر إفكت. النظرية هذه طلعت في 1964، يعني يمكن تقريبا لها 60 سنة. إيش تقول؟ تقول إنه كل ما كثر الجمهور في المكان وفي أحد صار له حاجة، يعني مثلا قولوا إحنا في سوق مركز، واحد صار له يعني صارت له إصابة يعني في السوق، قاعد صار له مدري إيه، تقول لك النظرية إنه من المحتمل إنه بس 40% من الناس اللي جاوبوا اللي تجاوبوا مع المصاب، يعني 4 من 10، ويعني كل ما كبر العدد كل ما قل الناس اللي يتجاوبوا. ليش؟ لأنه كل مين يعني من 100 هذولا يحسبوا إنه ما هي مسؤوليتي، مسؤولية الشخص الثاني، أو إنه إذا أنا ما ساعدت الشخص الثاني حيساعد. ونظرية تقول كل ما قل العدد كل ما يعني زادت الفرصة إنه الأشخاص يساعدوا بعض. يعني مثلاً لو كنت في مصعد مع أحد وصار لي حاجة، الأحد هذا حيساعدني. ليش؟ لأنه ما في إلا أنا وهو، وهو يحس بالمسؤولية الكاملة اللي هو social responsibility. بس ما قدرت أطبق هذه النظرية على الموقف اللي صار لي. يعني ما كنا إلا أنا وهم دول البنتين الاثنين، وهم كانوا يعني أنا شفتهم حط عيني في عينهم، كانت عيني في عينهم، وهم كانوا بس يتكلموا يعني مع بعض. يعني باين عليهم إنهم انتبهوا، شايفين الهرجة، بس ما أعرف إيش صار يعني، وما حد فيهم يعني خبرني. بعدين في موقف صار لي قبل أسبوعين أتوقع، أيوة والله مو كثير، أسبوعين. كنت راجع البيت وفي إشارة، الإشارة فيها 3 خطوط، حلو؟ السيارة الأولى اللي عند الإشارة في 3 خطوط، 3 سيارات كانت واقفة، بعدين كانوا في سيارتين كمان، في 5 سيارات، وأنا جيت السيارة السادسة. بعدين بدأوا ناس يجوا ورايا. السيارة الأولى اللي كانت واقفة قبالي بالضبط، تخيلوا، ما أدري من أي يعني من فين طلعت كده عفريتة بكبرها واقفة عند السيارة الأولى. يعني السيارة الأولى اللي مفهوم من الموقف إنه السيارة الأولى شافت العفريتة، السيارة الثانية ممكن شافت العفريتة، الثالثة ممكن شافت، يعني أنا أتوقع كلها من 5 شافت العفريتة، لأنها عفريتة ما حد ما يشوف عفريتة يا ناس، يعني قديش كبرها. يعني تقريبا لما إيش اللي صار؟ اللي صار إنه أنا انتبهت لها وكده، وقفت صنيت فجأة كده، ليش راعي السيارة اللي كان جنب العفريتة ما يعني ما نزل شالها؟ الإشارة حمراء ما هي خضراء، أوكي؟ فلما نزلت حطيت السيارة على البريك، نزلت سحبت العفريتة لين الرصيف، وبرضو رجع نفس الشريط معايا. ما أدري يعني، معقولة أحد شاف العفريتة وقال يعني عادي؟ يعني لو أحد جاي دايس أقول حق أبو ذاك الطريق 40 مايل وصقع في العفريتة، أنا أتوقع السيارة تنعدم من جد، لأنه العفريتة ما كانت مطبقة، كانت واقفة. أنا يعني ما أدري نفس التفكير، يعني هل معقولة من جد الناس كده ما أم عاد صار فيهم خير؟ يعني أنا سيارتي ما صار لها شيء، عادي أنا أمشي، أو البنات هذولاك مو إحنا اللي تدعسنا التريلا، لا عادي خلاص أمشي، ولا هو عشان أنا زي ما أعتقد إنه الناس يعني تعسف، يعني ما أحسها من ذا المنطق، يعني إنه الناس فاسف، يعني لأنه فاسف بالنسبة لي ما يضرك ولا ينفعك، بس الموقفين اللي مروا علي هذول كلهم فيهم ضرر لي أو ضرر للناس التانين في حكاية الأفريدة هذه. فما
ادري الموضوع مره يخوف صراحه. انتوا وش رايكم؟ ايش تفسروا هذا الشيء؟ انا ما يعني ما ادري ما اقدر افسر يعني النظريتين الاثنين ما ضبطوا معايا. لا هذا السوشيال ريسبونسابيلتي المسؤوليه الاجتماعيه ولا الباي ستاندرد افكت. اقرا عن الباي ستاندرد افكت واقرا عن القصه صراحه القصه مره انترستنج. اقول لكم جزء منها. في واحده اسمها كيتي كانت راجعه في الليل في 1964 كانت راجعه في الليل. هي كانت تشتغل في بار واعتدى عليها واحد واغتصبها وهي كانت تصرخ تصرخ تصرخ. 38 واحد في الحي سمعها تصرخ او شافها بس ما جاء ساعدها. لما حققوا معاها الا قال كنا نحسب انه حبيبها ولا قال شو اسمه ده قلنا ما نتدخل معنا صلاح ولا قالوا خوفنا ولا قالوا احنا حسبنا انه في ناس حيساعدوها. يعني من كتر ما هذا المغتصب او القاتل كان ما قد راحته في الموضوع يعني من كتر ما انه ما حد جاء فتح فمه. 38 شخص الاعتداء عليها تم مرتين. اعتدى عليها وراح بعدين رجع اعتدى عليها لين ما قتلها واغتصبها وقتلها. الموضوع مره يخوف يا جماعه. هو كل الناس ما ادري بس انا من جد يعني احس من بعد يعني الموقفين هذول كده صايره فيني كشه كده من المجتمع. ادري انتوا ايش رايكم؟ قولوا لي ايش ممكن ايش التفسير اللي ممكن يطلع مع هذه الحكايه. موضوع غريب والله غريب ما اعرف ليش. عارف الله لا يحطنا في موقف يعني زي كده بس من المواقف اللي اصمت عندها صراحه. أنا أراكم أنت تحسوا من جد إنه الناس كده إنه الناس ما صار فيهم خير. بس والله هذا كان موضوعي اليوم. أكتب لي تحت في الكومنتات أشوف إيش أطلع معاكم. يمكن كده أبطل يعني أكتئب من الموضوع و انظر الاشياء بنظره اخرى والاشياء وهذا الموضوع بصراحه لما افكر فيه احيانا يؤرقني زي ما قلت لكم اتذكر كنت بطلع لي زي كده غباش شيء اسود كده فلتر اسود فلتر غامق. فبشوف ايش بطلع معاكم. اذا عجبتكم الحلقه سووا لايك وشاركوها واشوفكم بعدين.